مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكو وحلقة جديدة في الصالون. النهاردة بدأ بشكل رسمي العام الدراسي الجديد، يا رب يكون عام سعيد كده على الطلبة وعلى المدرسين وكمان أولياء الأمور. ربنا يحفظ الجميع، احنا بس نخلي بالنا ونتبع كده الإجراءات الاحترازية والوقائية وربنا يعديها على خير. وبما اننا بقى اتكلمنا على الدراسه، فالنهارده احنا هنتكلم على حاجه كمان ليها علاقه بالتدريس والتدريب بس بشكل مختلف شويه. احنا هنتكلم على مجموعه افاق مصر، المجموعه الدوليه للتدريب. الحقيقه احنا النهارده مشرفنا اصحاب المجموعه، معانا النهارده دكتور محمد حسان. ازي حضرتك يا دكتور؟ حضرتك رئيس مجلس اداره المجموعه. دكتور محمد حسان ناصف، رئيس مجلس اداره المجموعه الدوليه للتدريب والاستشارات والعضو المنتدب وصاحب الشركة. منورنا، أهلا بحضرتك. وكمان معنا أستاذ سمير فرج. أستاذ سمير هو المدير العام للأكاديمية، أكاديمية أفاق مصر للضيافة الجوية. إزي حضرتك؟ الحمد لله. إيه الأخبار؟ منورنا. الحمد لله، الله يخليك. ربنا يخليك. وكمان معنا دكتورة أمنية وهدان. دكتورة أمنية هي خبير غير متفرغ في مجموعة أفاق مصر. بالظبط كده. تمام. إحنا بقى قبل ما هنتكلم على مجموعة أفاق مصر، معنا فيديو كده تعريفي للمجموعة هنتكلم عليها أكتر، بس بعد ما نشوف الفيديو ونرجع تاني. رجعنا بقى مرة تانية بعد ما شفنا الفيديو، والحقيقة دكتور احنا عايزين نتعرف اكتر على المجموعة وعلى الخدمات اللي بتقدمها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي. احنا في شهر فاضل، احنا سعداء جدا ان انا مع حضرتك النهاردة. اولا انا الدكتور محمد حسان، رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للتدريب والاستشارات افاق مصر. كنت عايز الفت بس نظر حضراتكم ان الفيديو هنا لما اتكلم عن المجموعه الدوليه، دي مجموعه كامله بتشمل ثلاث حاجات. اولا احنا بنتعامل مع الشركات، تدريب الشركات، جميع الشركات في الوطن العربي وفي مصر. احنا معتمدين تبع الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. بنشتغل في قطاع البترول، قطاع الضرائب، قطاع الادويه، الوزارات والهيئات. الحمد لله رب العالمين لنا اسم كويس جدا، احنا موجودين من 2010 في السوق، بنشتغل في كل المجالات. تاني حاجة بنشتغل برامج الأفراد، بنعمل على تنمية مهارات الأفراد في كل المجالات بقى، سوفت سكيلز، المهارات التخصصية، اللايف كوتشنج، حاجات خاصة بالموارد البشرية، الصحة العامة. وأخيرا أضفنا إلى المجموعة الأكاديمية، أكاديمية أفاق مصر للضيافة. تمام. وأكاديمية مصر للضيافة كان الحرص مننا من أفاق مصر إن هي تقدم حاجة معتمدة للشباب. احنا الحمد لله رب العالمين متعاقدين مع 11 شركه بتوع مصر للطيران، وافاق مصر لها اسم كويس جدا في افاق مصر، من اول الشركه القابضه لشركه مصر للطيران للخدمات الجويه، شركه مصر للصيانه، شركه مصر للشحن الجوي، مستشفى مصر للطيران. فالحمد لله في بروتوكول تعاون بقاله سنين، ده بيدي ثقه بالمكان. بالظبط. وكان ده الهدف الاساسي ان احنا ننشا حاجه جديده اللي هي اكاديميه افاق مصر للضيافه. دي جزء تحت المجموعه الدوليه، وليست كل شغلنا هو أكاديمية الضيافة. احنا في الأساس شغل كله تدريب وتطوير هيئات نفسها، كل قطاع من قطاع الشركات ديت بيبقى لها إدارة اسمها إدارة الموارد البشرية أو إدارة التدريب. بتشتغل على تنمية مهارات، وده فكر السيد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي في الفترة الجاية، ان هو عايز ينمي كل القدرات اللي موجودة في العنصر البشري. اكيد طبعا، أكيد. لان الهدف الاساسي حضرتك النهاردة عشان تقدر تخلق ادارة ناجحة لازما تنمي المورد البشري. البشري طبعا. مفيش ادارة في الدنيا غير لما يكون العنصر البشري اللي عندك عنده كفاءة وامكانيات عالية جدا في كل المجالات. هي الاكاديمية اصلا يعني مجموعة افاق مصر عموما بقى لها فترة قد ايه تقريبا؟ موجودة بقى لها قد ايه؟ احنا موجودين اساسا في السوق من 2002، بس 2010 بدأنا نشتغل تحت مسمى افاق مصر. اشتغلنا طبعا كتير جدا في القاهره، في مصر، واشتغلنا في سوريا، واشتغلنا في ليبيا، واشتغلنا في السعوديه، واشتغلنا في جميع انحاء الوطن العربي. بننفذ في مصر وبننفذ خارج مصر، في ماليزيا وفي تركيا وفي دبي، ده خاص بدول الخليج. تمام. ولما قررتوا تعملوا بقى اكاديميه افاق مصر للضيافه، ده كان بقى لها قد ايه تقريبا برضو؟ احنا بالظبط دخلنا السوق بقى لنا اكتر من 6 شهور. حلو. في اكاديميه افاق مصر للضيافه. لسه جديد. بس كان المعيار الاساسي للاكاديميه كان في، لان احنا انا من حضرتك هنا ومن داخل البرنامج بناشد بعض اولياء الامور اللي هم بينساقوا بعض تبع بعض الاكاديميات الغير معتمده. اللي بينصبوا على الناس تحت مسمى اكاديميات الضيافه. هو في معيار اساسي يا فندم، كل حاجه في الدنيا عشان تقدر تخرج ابنك لها شهاده محدده. بالظبط. يعني الدكتور عشان يخرج دكتور بيتخرج بكليه الطب. اكيد. المهندس نفس القصه، المدرس نفس القصه، السياحه وفنادق عشان تدخلي تخرجي النهارده شيف او كلام بيتخرج بكليه سياحه وفنادق. صح.
اما اكاديميات الضيافه مفيش النهارده شهاده معتمده بتوصلك النهارده ان انت تبقى مضيف او مضيفه. ففي بعض الناس بتستغل الكلام ده كله وبيبيع الوهم لاولادنا تحت للأسف. مسمى النهارده ان انا هطلعك مضيفه او مضيف، وللاسف الشديد بتحصل الكارثه الكبرى، بياخدوا مبالغ طارئه جدا. يعني انا اعرف بعض الاكاديميات بتاخد من الاولاد بعض المبالغ، يعني يكاد يعدي في، يعني اول حاجه يا جماعه، بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، مفيش حاجه تربه ومفيش حاجه تعليميه، مفيش شهاده تعليميه اسمها شهاده ضيافه. المقصود كله ان احنا النهارده بننمي قدرات الناس على اساس النهارده يبقى في معيار ان حياتك لما تخش اعلان يبقى عندك القدره ان انت تجتاز هذا الموضوع. فلازم يبقى في مصداقيه في التعامل طبعا. فمن خلال هذا الموضوع احنا الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا مع بعض الخبراء اللي موجودين اساسا من جوه مصر الطيران، بصفة ان افاق مصر لها اسم كويس جدا مع مصر الطيران، فخدنا بعض الناس اللي موجوده من مصر الطيران عشان تطبق التعليم السليم، عشان يخلق عندي النهارده بنت او ولد يكون هو اساسا بطبيعته داخل ودارس صح، لان بعض الاكاديميات دي بتدرس مواد علميه لا صله لها تماما بموضوع الضيافه. ده بقى احنا عايزين يعني نتكلم في موضوع الضيافه، بما ان استاذ سمير النهارده منورنا ومشرفنا وهو المدير العام للاكاديميه، فعايزين نعرف من حضرتك الاكاديميه اصلا، هل اولا في شروط للالتحاق بالكورس بتاع الضيافه، يعني او التدريب بتاع الضيافه، هل في شروط معينه انت او الاكاديميه حطاها للناس المتقدمين للكورس ده؟ طبعا في شروط اللي هي الطول والوزن وإجادة اللغة الإنجليزية والمظهر العام، دي من أهم الشروط في قبول الطلاب في الأكاديمية. تمام. يعني ما بنقدرش ناخد أي حد، وبعدين بنشوف هل ممكن يمكن في تفوق فيها ولا ما يكونش في تفوق، بنعمل متابعة وبنعمل تقييم على طول فترة الدراسة، وكل متدرب بيبقى له فايل، والفايل ده بيبقى له المتابعه بتاعته، وبنشوف هو ماشي ازاي، لو في سبجكت او موضوع هو ضعيف فيه بنقويه، يعني سي ان هو ضعيف في الانجليش بنقويه في الانجليش، بنديله ايطالي، بنديله فرنساوي، بنديله الماني، لان المضيف او المضيفه كل ما عدد اللغات بيزيد كل ما ترشيحه بيبقى اكتر لشركات الطيران، غير لما يكون انجليش بس فبيبقى اقل شويه. طب انا عايز اعرف من حضرتك يعني جوه الكورس ايه الحاجات بقى اللي هم بياخدوها، يعني الحاجات اللي الاكاديميه بتوفرها من خلال الكورس. اقول لحضرتك انا الاول 40 سنه في مصر الطيران ما شاء الله، كبير مضيفين وكبير مدربين في اكاديميه مصر الطيران ومدرب جوي، طبعا دلوقتي على المعاش. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. وبنفس الكورس اللي بندهوه اللي بياخدوه بياخدوا السلامه الجويه، بس كله بالانجلش، ما بنديش حاجه بالعربي. في اكاديميات بتدي بالعربي؟ بتدي بالعربي ويقعد يقرا، واللي يعرف يعرف اللي ما يعرفش طبعا. اعتقد لما يخرج يشتغل في سوق العمل الانجليش هو اللي هيفاجئ ان شركه الطيران بتطلبه بالانجليش، يعني مزبوط. اول حاجه كنا بنقولها في الانترفيو انتروديوس يور سيلف، عرف نفسك بالانجليش. فطبعا هيقول لهم لا انا اصلا درست كله بالعربي، يقول له ثانك يو سو ماتش، مش مقبول، ما بيقبلهوش. فبياخد اساسيات الطيران، ايه هو الطيران الاول وايه هي اجزاء الطياره وازاي الطياره بتطير والريكويرمنتس المتطلبات بتاعه الضيافه ايه، المضيف ايه اللي الواجبات اللي عليه والمضيفه ايه الواجبات اللي عليها، ده اللي هو كورس الاساسيات الطيران. وبعدين بياخد السيفتي بقى اللي هي السلامه الجويه، ايه اللي اساس الشغل بتاع الضيافه. يعني الكونسيبت او ال المنظور اللي هو الناس بتبص للمضيفه يقول لك دي مجرد ان هي بتطلع الطياره بتقدم الوجبات للركاب. لا طبعا ده اخر حاجه، لكن اساسي اللي هو السلامه الجويه اللي هو انقاذ الركاب واخراجهم من الطياره في حالات الطوارئ في 90 ثانيه. ده بيبقى مسؤوليه المضيف الجوي. يس. يس. اي حادثه، وانا عملت كذا، وده بعد اذن حضرتك دكتور سمير هيتطبق من خلال افاق مصر في التدريب العملي، لان احنا البرنامج احنا البرنامج منشوق 90% منه نفس السيستم بتاع اكاديميه الضيافه بتاع مصر الطيران،
احنا معانا خبره وقامه كبيره جدا دكتور سمير، فمطبقين نفس النظام بنفس المعايير بكل حاجه بنفس الاشتراطات. انا عايز اقول لحضرتك ان في بعض الاكاديميات بيدوا للولاد مواد علميه ليس لها صله بالموضوع خالص، يعني حاجه اسمها علوم الطيران مثلا مش هيستفيد منها او هيعمل بيها حاجه، هو ما بيستفيدش حاجه. وبعدين بيضحكوا بيبيعوا للاولاد وهم اسمه سباحه، يعني هو بياخد الولاد النهارده يوديهم فنادق ونفس القصه النهارده يعلموا سباحه. وانت طب انت كمضيف النهارده محتاج السباحه في ايه؟ النهارده انت باعت تماما كل البعد، انت بتبيع اساسا جزء غير مرتبط بالشيء اللي انت هتشتغل عليه. وده مجال شغلك اصلا. بالظبط، وده موصل لكارثه اكبر من كده، احنا بنضحك على الولاد تحت مسميات غريبه جدا. للاسف. وللاسف احنا كمان مع احترام لحضرتك احنا بنشجعهم. يعني بتلاقي النهارده الاولاد او اولياء الامور واخدين الموضوع اكتر منه منظر وشكل، اكتر منه استفاده، مع العلم انه بيدفع مبالغ كتيره جدا. كتير. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، انا لما جيت اما جيت قناه الصحه والجمال لازم أن يكون ليا تايتل وليا كيان وليا اسم وليا اي حاجه عشان تقدري تحطي اسم طبعًا الشركه دي موجود عندك. اكيد. فانا كمان هننزل اصلا العنوان وارقام التليفونات عشان الناس تقدر تتواصل معاك وتبقى موجوده على الشاشه، الناس تقدر تتواصل معاكم من خلالها كمان. فالف به النهارده المكان اللي انا اخشه ابقى عارف المكان ده ايه، لان عايز احترام لحضرتك في تجمعات بتحصل في اماكن بطريقه غير شرعيه. حتى النهارده البلد النهارده انا كبلد النهارده المفترض ان النهارده اي مشروع تجاري في الاخر بيبقى عليه هامش ضرائب لمصلحه البلد. طب ما تروح النهارده انت ولي امر او وليه امر يدوك ايصال طالع من مكتبه ملوش لا اسم ولا اي حاجه ولا بيتسجل ضرائب، ولادك بيخش جوه، طب انت امن عليهم ازاي؟ صحيح. ولو النهارده لو دخلنا النهارده في قصه ثانيه قانونيه في الاخر هتوصلوا ترجعوا تقولوا يا ريت اللي جرى مكان، انا مش النهارده جاي اسوق لافاق مصر، بالعكس انا جاي النهارده الهدف الاساسي ان انا وعي ولادنا. وده مهم. ما تتعاقدش مع افاق مصر، بس خليك النهارده حريص على مصلحتك. صح. حط الفلوس في المكان المناسب، بلاش النهارده ان انت النهارده تشتري وهم تحت ان انا ببيع مستقبل. مظبوط. ده حاجه يعني مع احترام لحضرتك يعني حاجه وصلنا وللاسف للاسف جنسيات اخرى، يعني اللي عاملين المشاريع دول جنسيات اخرى مش مصريين. هو احنا بس يعني القصه ثانيه يا فندم، الحاجه الاخطر من كده اللي بيساعدهم من داخل مصر الطيران. يعني ناس موظفين من داخل مصر الطيران. انا عايز بس اولياء الامور اي حد يخش مكان، انت لما تيجي تخش مكان قائم بيقول لك لو سمحت طلع اثبات الشخصيه بتاعك. صح. انت النهارده لما تخش مكان، انت لما بتخشي افاق مصر بقول لحضرتك اتفضلي ادي وصل معتمد من عندي، ادي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، ادي تسجيلي في الحكومه، ادي ضرايبي. انت تدفعي ليه المبالغ دي كلها وانت وفي الاخر انا عايز اقول لحضرتك بدايه الموضوع لو عرفتيه كمان قصه غريبه جدا. طب احنا هنعرف بدايه الموضوع بس نتكلم مع دكتور امنيه الدكتور محمد بس علشان لا انا طبعا انا هنسلم حاجه عليه لان هو حاجه مهمه بصراحه. فكره الحقيقه انها مش مرخصه خالص، ما ينفعش يعني، والحقيقه منتشره جدا. نتكلم على اسماء حد، احنا خلينا لا لا خالص، انا بتكلم على اسامي بس هي فكره عدم الترخيص نفسه. انا بحمي بلدي الاول على فكره. اكيد طبعا انا بحمي بلدي النهارده، انا بحمي ولادي وبحمي ولدي وبحمي النهارده المفروض ان انا النهارده يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انت النهارده انا كواحد فاتح كيان وبدفع ضرائب زي حد النهارده، وللاسف سبحان الله دي ارزاق عندهم اعداد غريبه، واللي اكتر من كده النهارده بيروحوا يتعاقدوا مع هيئات كبيره في الجيش. طب انا دكتور امنيه احنا هنرجع تاني نتكلم. لا خالص احنا هنرجع نتكلم تاني على الموضوع ده لان هو مهم فعلا، بس انا عايزه اعرف الاول انت التعاون بينك وبين مجموعه افاق بدا امتى وازاي؟ الحقيقه انا التعاون بيني وبين افاق بقاله حوالي 3 سنين. بداية الدكتور محمد حسان الحقيقة عرض علي مجموعة من البرامج التدريبية لأن كنت بشوفها أنها متميزة جدا. أنا خبير غير منتظم لمجموعة أفاق في برامج الجودة وبرامج إدارة المستشفيات الهوسبيتال مانجمنت والأزمات والكوارث وإعداد فرق الترصد الخاصة بالأوبئة زي كورونا. انا عايز اعرف هو تخصص حضرتك اصلا ايه؟ انا عضو من اعضاء التفتيش الصيدلي في الاداره المركزيه. حلو قوي. طيب بس الموضوع حاسه ان هو يعني مش مرتبط ببعضه يعني. لا هو انا لا هو الصيدله ده مجالي الاساسي طبعا وله كل الاحترام والغالي على قلبي، لكن انا كمان التدريب انا ابتديت في الحاجات الميديكال فمسكت مجموعه برامج التدريبيه الخاصه بالمستشفيات. يعني حاجه شبه مع تخصصك. وكمان احنا كمان في اكاديميه افاق للضيافه احنا اضفنا جزء من الجزء الميديكال طبعا، لانه شور لما يكون في بيشنت على طياره محتاج مساعده، هل المضيف هيقف في موقف المتفرج عقبال ما ينزل في اي مكان؟ ده ما ينفعش.
فطبيعي لازم على الاقل انه يكون عنده معلومه محترمه من الاسعافات الاوليه والسي بي ار وجهاز صدمات القلب والحاجات دي. يعني مع الكورس بتاع الضيافه بيكون في حاجه زي انه يعني يبقى عارف الاسعافات الاوليه مثلا، الحاجات اللي يقدر ان هو يعني يعملها لحد ما من البرامج الاساسيه الفيرست ايد اللي هي الاسعافات الاوليه، اللي هي الحاجات الاساسيه اللي لازم يديرها في الوقت حد معين يعني. ممنوع ابر، ممنوع تابلتس، ممنوع كده، لكن بيخلي الحاجه اللي الحاله بيوقفها زي ما هي لغايه لو استدعى ان تنزل الطياره في اقرب مطار، ودي اتفاقيه دوليه بتنزل الطياره. طيب دكتور امنيه، انا يعني هو استاذ سمير قال انه في حاجات وحاجات لا، ايه الحاجات الاساسيه اللي المفروض بتبقى المضيف عارفها من الناحيه الطبيه؟ لازم يكون على علم بالاسعافات الاوليه لاي حاجه تحصل قدامه. بيشنت بقى سواء كان اوريدي الكلاينت اللي موجود على الطياره ده، هل هو مريض او لا، ده موضوع لازم اتعامل مع الموقف اللي قدامي. ده نوع من انواع المساعده الانسانيه طبعا. صدمات كمان، بس انا قصدي انه اكيد بيبقى في حاجات يعني اساسيه لازم يكون متعلمها او عارفها. لازم في ناس كتير او تتعرض لسكتات قلبيه وكده، والاغماء مثلا، والاغماءات دي بدايه احنا اي حد تشوفيه بتلاقيه او ايه ده، ده وقع من طول ده، اغمى عليه كلام من ده. فبيتاخد بتعمل احنا اضفنا كورس اسمه سي بي ار كارديو بالموناري ريسيتيشن، وده محاوله لانعاش القلب. كمان احنا بندرس للولاد ازاي نقدر نستخدم جهاز صدمات القلب بالطريقه اللي ممكن نخلي البيشنت نلحق المريض اللي قدامي ده لغايه ما يتم نقله لاقرب مستشفى ان شاء الله. حلو. ضمن الحالات اللي حضرتك بتسالي عليها، اللي لو حد شرق او حاجه وقفت في زوره، ازاي بنعالجها بسرعه، لان ده في ظرف 3 دقائق لو ما تلحقش بيموت. اوكي. فعلى طول بيبقى في طريقه معينه بنخلي دي لو جاله نوز بليدنج، نزيف من اللي حصلت كتير، فازاي بنعملها. مهم جدا، مهم جدا. في ناس بيفتكر انه يرجع دماغه لورا كده خلاص النزيف بيقف، بالعكس ده بينزل جوه الرئه اصلا، يعني اصلا غلط فكره ان احنا نرجع دماغنا لورا على مستوى ميل امامي. طبعا احنا محتاجين نعمل حلقه عن موضوع الاسعافات الاوليه والحاجات الغلط اللي الناس عارفاها. ده الحقيقه مهم جدا، مهم جدا. دي شهاده على فكره تاخد دلوقتي، واحنا بنعملها طبعا مع الهلال الاحمر كمان، وفيها امتحان. انا بس عايزه بس في نقطه بسيطه، حضرتك قلت للدكتوره امنيه ان التخصص بتاعك بعيد عن الموضوع ده، لا بس حضرتك احنا افاق مصر مجموعه متكامله جدا بتشتغل في كل المجالات، في كل التخصصات. احنا من ضمن التخصصات اللي احنا بنقدمها بندي البرامج الاداريه والتنظيميه، برامج البنوك، المحاسبه، علاقات عامه، اداره المشروعات، اداره المكاتب، البنوك والتامين، المقاولات، الجوده وتاكيد الجوده، السلامه والبيئه والصحه المهنيه، الامن الصناعي، المشتريات والمخازن، الصيانه. ما شاء الله. ده تخصص. التخصص الثاني الاهم، احنا شغالين كمان، احنا مسجلين تبع الهيئه العامه للبترول، واخدين جواب تسجيل. احنا من ضمن الناس اللي بتشتغل مع كل قطاعات البترول، مع اكبر الشركات، بترول بلعيم، مش عارف اقول اسماء ولا لا، بوتاجازكو، يعني بلاش او بلاش اسامي بس. احنا بندي الثلاث تخصصات، تيك الاويل اند جاز كله، البرودكشن والريزرفار والدريننج، فكل التخصصات دي احنا بنشتغلها. فحضرتك النهارده احنا لما بنخش المؤسسه نفسها، زي مثلا قناه الصحه والجمال، انتوا عندكم النهارده هتلاقي كل التخصصات، هتلاقي أكيد. الاداري، وهتلاقي المحاسبه، وهتلاقي المشتريات والمخازن، وهتلاقي بتاع السيفتي، وهتلاقي بتاع الكهرباء. كل حد بيبقى موجود، الاداره ديت بتبتدي تصنف الموظفين بتوعهم، وبتبتدي تعمل لكل موظف عندها ملف، واللي بياخده السنه دي بياخد عليه الابديت السنه الجايه، بياخد الادفانس بتاعه. فاحنا بنشارك في موضوع التدريب ده، بنرفع مهارات كل الموظفين في كل الادارات. في الميديكال برضو، انا دلوقتي متعاقد مع مستشفيات كتيره جدا، انا عندي برامج مع شركات ادويه نفسها، حتى في الكربليشن في التصنيع، الحمد لله برب العالمين بنشتغل مع شركات كبيره جدا. طب ده يخليني اسال حضرتك، بما ان انت عندك تخصصات كتير قوي، ايه اكتر المجالات او التخصصات اللي بيكون عليها مثلا اقبال، او في بيكون عليها الطلبه بيبقوا اكتر، بشايف ان هي ليها سوق عمل اكتر؟ طيب انا بس هفرع لحضرتك الموضوع، في فرق بين التدريب والتدريس. تمام. التدريب عباره عن نقل خبرات. النهارده انا عندي الدكتور او المحاضر اللي عندي بينقل خبراته للمتدربين اللي موجودين عنده، فده بيختار سوق العمل، وده بيختص بالشركات. اما حضرتك الطلبه، ده نوع تاني من انواع اللي احنا بنديها لها الكورسات الخاصه بالطلبه، زي اكاديميه الضيافه، ده انا باهله وبطوره لنفس القصه. حلو. النهارده بقى كل حاجه بقت مطلوبه في العمل دلوقتي في سوق التدريب بالنسبه للشركات. بس الجديد دلوقتي ان كل يوم بيحصل في البلد حاجات بتبدا فيها ابديت. يعني مثلا في مجال المحاسبه، احنا عندنا دلوقتي في كورس الناس كلها مهتميه بيه دلوقتي، الشركات مهتميه بيها، المعايير المصريه الحديثه للمحاسبه. ده معايير جديده في المحاسبه، ما ينفعش اي شركه بتشتغل دلوقتي مع البلد الا لما تعرف
تتدرب على المعايير الجديده ده. طيب عندنا برضو في البرامج الاداريه مثلا التامينات الاجتماعيه، قانون التامينات الاجتماعيه الحديث اللي هو القانون ده، انا هقدر كشركه النهارده كموظف اشتغل ازاي النهارده عشان شغلي يطلع كويس الا اذا اتدربت وبقى عندي نفس الايه الكفاءات ان انا النهارده اشتغل على مواكب الجديد اللي حصل في السوق. الجديد بقى يا فندم ان في شهادات اساسا كمان بقت دوليه، بقت ناس تدور عليها في كل المجالات في كل التخصصات، في السيفتي، في السكافولدنج، في حاجات كتيره جدا في الاداريه. فهتلاقي كل حد بيهتم المراجع الدولي، فبقى في شهادات دلوقتي حديثه ودلوقتي على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، في طلبه كمان بتبقى في هندسه او في تجاره بتبتدي تاخد الاثنين مع بعض. ايوه يبتدي هو النهارده وهو في ظل الدراسه بيرفع مهاراته بحيث النهارده لما انا النهارده اقدر اوصل لمرحله ان انا عايز اشتغل يبقى انا عندي الكفاءات النهارده، عندي اللي تاهلني لده، تاهلني نفس القصص، ما بقاش المعيار الاساسي زي زمان. النهارده انت شايف العالم بيتغير عندنا يعني ب 360 درجه بالظبط. فالنهارده انت لو ما قدرتش تواكب السوق مش هتقدر تلاقي لك فرصه عمل. صح. ونرجع نقول دلوقتي نسبه البطاله مش موجود بقت عاليه جدا. السبب الاساسي في حضرتك، بس ارجع تاني واقول يا ريت حضرتك تختار المكان اللي يقدر يوصلك لنفس القصه، المكان المعتمد النهارده اللي انت بتبقى موجود فيه وبتحمي نفسك وبتحمي اهلا. استاذ سمير احنا بس عايزه بقى اعرف انه بعد الكورس بتاع الضيافه او بعد التدريب اللي بيتم بيبقى في مثلا الاكاديميه بتوفر للطلبه مثلا اماكن لسه لل كنت هقول لحضرتك على النقطه دي. اتفضل. احنا ما بنشغلش. ايوه ودي مهمه جدا النقطه دي، لان في ناس فاكره ان لما يخش الاكاديميه دي وياخد كورس الضيافه ها شغلوني بقى انا جاي عشان اشتغل. لا انا باهلك. احنا بنأهل زي بس التاهيل للكليات العسكريه بيأهلوا زي نط من 10 متر، زي في السوينج بول في حمام السباحه، ازاي يعمل ضغط بحيث ان هو لما يخش بيبقى ترين تدور على اتدرب على على الحاجات اللي احنا دي مهمه جدا ان احنا بنأهله. والمتفوقين منهم بنرشحه لشركات الطيران لما شركات الطيران بتطلب، لكن ما بنشغلوش لك يعني ما بياخدش الشهاده دي ونقول له يلا بقى هنشغلك في الضيافه. لا طبعا، وانت بس بتاهله لسوق العمل او تاهيل كويس قوي قوي قوي. طيب دكتور امنيه، يعني انا عايز اعرف برضو من حضرتك الاساسيات اللي على يعني اللي على اساسها المفروض الطالب او الحد اللي بيجي يتدرب انت بتشوفي انه ده مؤهل او مناسب او لا. طبعا احنا عايزه اقول لحضرتك انه في افاق هي في مجموعه خبرات متنوعه في بعض كل واحد فينا في مجاله، وبالتالي لازم اعمل كلاسيفيكيشن للطالب اللي جاي لي او المتدرب اللي جاي لي. احتياجاته ايه؟ فطبعا يا اما بيكون موجود عندي في بعض القطاعات اللي انا ماسكاها او عند الزملاء واللي هم اكثر علما وخبره. حلو. في احنا عندنا التنوع الخبراتي ده بيخليني اشوف اللي جاي لي ده اعمل كلاسيفيكيشن له على اي اساس. اولا لازم أنا الى حد ما اعمل له هو أنا اختبارات مهاره. انا للاسف مش هعرف اكمل بقيه بقيه اللي انا عارفه خلاص، يعني احنا للاسف الوقت خلص. انتوا نورتوني بجد والله. ويعني انا بس عايز اقول كلمتين بس سريعا بس هو بس كمال الدكتور سمير قال جزئيه بسيطه جدا بالنسبه لموضوع التوظيف. انا هوصل لحياتك بصفه ان افاق مصر لها خبرات كتيره جدا، اهم حاجه ان احنا بنشوف الطلاب المتفوقين جدا في الاكاديميه ونقدر نوديه. اللي مش هنقدر نوديه شركات طيران، احنا عندنا القدره ان شاء الله ان احنا نوديه شركات تانية متنوعه في قطاعات تانية متنوعه. ده هايل جدا والله. انا للاسف مع جزئيه اخيره اخر حاجه بس انا بس في جزئيه بسيطه جدا احنا والله انا عندي ما عنديش وقت والله معلش. انا بشكر حضرتك جدا. احنا والله اتكلمنا تقريبا في كل الحاجات، وان شاء الله تتشرفونا مره تانية نتكلم اكتر. انا بشكركم جدا وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية في الصالون ان شاء الله.